وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العلمين الجديدة مباشرة مراسلنا كريم بيبرس. كريم، بعد التحية حدثنا عن آخر فعاليات المهرجان ومدى الإقبال الجماهيري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل مهرجان العلمين الجديدة، هذا المهرجان في نسخته الثانية يتميز بالعديد من الفعاليات. ربما يعني دائما ما نتحدث عن الجديد في هذا المهرجان في النسخة الثانية عن النسخة الأولى. النسخة الثانية تتميز بتنوع الأنشطة باختلاف أنواعها. تتنوع إيه الأنشطة؟ هنا لجميع فئات المجتمع، يعني تتميز الأنشطة بتواجدها في أماكن مختلفة من العلمين الجديدة. تتميز الأنشطة بأنها هوائية، أنشطة أرضية، أنشطة حتى مائية بشكل عام. نتحدث بالطبع عن عديد من الفعاليات المختلفة، منها الفنون الشعبية المتواجدة في الممشى السياحي ومنطقة نورث سكوير أو حتى المنطقة الترفيهية. نتحدث أيضا عن عدد من الحفلات الغنائية التي حضرناها بالفعل الأسبوع الماضي. إذا تحدثنا عن هذا الأسبوع، ربما إذا بدأنا بالأمس واليوم فكان هناك زيارة لعدد من طلاب التعليم العالي، طلاب الجامعات بمختلف الجامعات المصرية منها الحكومية ومنها الخاصة، الذين جاءوا هنا إلى الممشى السياحي والمنطقة الرياضية الترفيهية المتواجدة في العلمين الجديدة، والذين مارسوا بطبيعة الحال عدد من الأنشطة المختلفة، منها رياضة كرة القدم، منها رياضة كرة السلة، وأيضا كان هناك عدد من طلاب الفنون التطبيقية والفنون التشكيلية الذين جاءوا هنا ليجلسوا ليرسموا هذه اللوح الفنية المختلفة التي ترسم العلمين الجديدة بشكل عام بشكلها الجديد، إما عن طريق رسم البحر والممشى السياحي أو حتى تشكيل بعض الأشكال المختلفة المتعلقة بالعلمين الجديدة. تستمر هذه الزيارة اليوم بعدد من الطلاب للكورال والغناء على مسرح من المسارح المتواجدة التي تم نصبها بالفعل الأمس واليوم لهؤلاء الشباب ليغنوا المختلف الأغاني التي يستطيع أن يغنوها من الشباب يعني والبنات. نتحدث أيضا عن زيارات ستكون من جميع الفئات كما ذكرنا. تهتم وزارة الشباب والرياضة هذه المرة بأبطالنا من البارالمبيين، من ذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم، سيأتون غدا لممشى العلمين السياحي. هنا ستكون هناك زيارة لهم في المنطقة الرياضية أو المنطقة الترفيهية. بالإضافة لذلك أيضا سيكون هناك يوم الخميس عدد من الفعاليات، منها فعالية الأساطير الخاصة قطبي الكرة المصرية، نادي الزمالك والأهلي، نجوم الأهلي والزمالك سيتواجدون هنا في مباراة خاصة ومباراة أسطورية، بالإضافة للحفل المنتظر يوم الجمعة القادم وهو حفل تامر حسني، هذا الحفل الذي انتظره الكثير. وإذا تحدثنا عن نوعية الحفلات أيضا فهي مختلفة في حد ذاتها. فالأسبوع الماضي كان هناك كاظم الساهر وماجدة الرومي، وهذه لها طابع خاص من المستمعين، وتامر حسني له طابع أيضا مختلف، لذلك تتنوع وتختلف هذه الفعاليات وتستمر حتى 30 أغسطس. أشكرك زميلي كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مدينة العلمين الجديدة ومهرجان العالم علمين. شكرا جزيلا لك.